على الصالحين في مشارق الأرض ومغاربها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خلاص يا شيخ نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي صاحب جوامع الكلم من تفجرت من قلبه علوم الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فقد وصلنا في شرح السنوسية الكبرى عند قوله رضي الله تعالى عنه، وهو يرد على من تمسك بالقول بالتقليد أو من ذهب إلى أن للمعرفة طرق أخرى غير النظر العقلي. فقال: وأما من زعم أن طريق المعرفة الرياضة والمجاهدة وتصفية الباطن، وهذا تكلمنا فيه من قبل. ثم يعني من أول قوله: وأما من زعم أن طريق المعرفة الرياضة والمجاهدة وتصفية الباطن، هذا يعتبر رد منه على من قال إن طريق المعرفة الرياضة والمجاهدة وتصفية الباطن إلى آخره. ثم قال: ومن الهنود. مش ده اللي هنبدأ منه؟ شنو؟ ومن قال من الهنود إن طريق المعرفة الإلهام، يعني فيه من قال إن طريق المعرفة ممكن لا يكون بالنظر العقلي، وإنما يكون بالمجاهدة والرياضة وتصفية الباطن وملازمة العزلة والخلوة وتناول الحلال والجوع والتقلل من الدنيا على سبيل الزهد فيها ومداومة التعبد والذكر. يعني في ناس زعموا ذلك، وفي بعض الاتجاهات الصوفية يقولون إن الإنسان ممكن يصل إلى المعرفة بهذا الطريق، طريق الرياضة وطريق المجاهدة. فالشيخ بدأ يرد فبيقول وكيف يمكن التعبد، يعني المجاهدة وتصفية النفس، كيف يمكن ذلك لمن لا يعرف معبوده، أو كيف يذكر الإنسان من لا يعرف مذكوره، والتقوى يعني كيف يتقي الإنسان من لا يعرف آمره وناهيه، أو طلب مباح لمن لم أو لمن لا يعرف المبيح. بيقول إنه هذا الأمر اللي هو الرياضة والمجاهدة لا ينكر، لا ننكر هذه الطريقة، لكن هذه للاستعانة بعد الوصول إلى المعرفة. يعني ممكن إنسان يجاهد نفسه يروضها، يعني يفعل القربات والطاعات حتى يصل إلى مراتب أكمل في المعرفة، إنما أساس المعرفة ما ينفعش بالرياضة والمجاهدة والذكر والعبادة. يعني كيف الإنسان يبدأ بالعبادة قبل أن يعرف المعبود، أو يبدأ بالذكر قبل أن يعرف المذكور إلى آخره. يأتي الآن الكلام الجديد بتاع الدرس بتاع اليوم. في ناس تاني، جماعة من الهنود، ماذا قالوا؟ قالوا إن طريق المعرفة الإلهام،
يعني بلاش الرياضة والمجاهدة والعبادة والذكر والتبتل والانقطاع والخلوة والعزلة. قالوا في ايه ثاني؟ في طريق اسمه ايه؟ طريق الالهام. يعني الانسان ايه؟ ماذا ارادوا بالالهام؟ طبعا الالهام يعني مثلا ايه؟ فيه الهام ملكي يعني عن طريق ايه؟ عن طريق الملك كده. وفي الهام رباني يعني من الله تعالى جل جلاله الرحمن، وفي ملكي، في وساوس للنفس، وفي الهام ايه؟ شيطاني. الملك له لمه وللشيطان له ايه؟ لمه. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث فيه في روعي، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. وإيه؟ فهذا الكلام النبوي ده يعتبر إلهام من إيه؟ من الملك، من سيدنا جبريل، من روح الإيه؟ القدس. لكن هم ما أرادوا بالإلهام هذا المعنى. ما معنى الإلهام؟ معناه إلقاء معنى في القلب بطريق الخير. هل هم أرادوا ذلك؟ لا، وإنما إيه؟ عنوا به أن النفس، يعني إيه معنى الإلهام عندهم؟ أن النفس إذا تجردت للشيء وأزالت الشواغل البدنية أدركته، فإنها في أصل خلقتها مستعدة لقبول المعارف. فالرد عليهم أن مجرد إزالة الشواغل لا يحصل المطلوب الخاص، أو لا يحصل المطلوب الخاص إلا مع حصول علوم إما ضرورية أو غير ضرورية يترتب عليها المطلوب، وهو النظر والتجريد لازمه. الله شيخ محمد الحاشي. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب ان شاء الله قوله وعمله الى اخره، وليس مراده بالالهام القاء معنى في القلب بطريق الخير. يعني مش الالهام المصطلح عليه اللي احنا عارفينه اللي هو القاء معنى، معنى مش الفاظ. يعني سيدنا جبريل نفث زي نفخ مثلا في قلبه صلى الله عليه وسلم أو في سره بمعاني، هذه المعاني عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ من عنده. يعني كذا إن روح القدس نفث في روحي، لن تموت نفس حتى تستكمل أو تستوفي رزقها وأجلها. هذه الألفاظ من إيه؟ من صنع أو من تعبير النبي صلى الله عليه وسلم. إنما الذي ألقاه سيدنا جبريل في قلب النبي هو الإيه؟ هو المعنى، وليس هو الإيه؟ الألفاظ. بخلاف الإيه؟ القرآن الكريم، فإن اللفظ والمعنى من عند إيه؟ من عند الله سبحانه وتعالى. قوله بالشيء أي وتوجهت بشيء فهو متعلق بمحبوب. يبقى إذن ما ما ماذا أرادوا بالإلهام جماعة الهنود؟ اللي هو أن النفس، أرادوا به أن النفس تتجرد، يعني تصفي إيه نفسها، يعني كأنه ده نوع من الرياضة اللي هو الأول رد عليه، تجرد النفس للشيء وإزالة الشواغل البدنية. أفرض الواحد أزال الشواغل كلها، هل يحصل المعرفة؟ لا. قوله بشيء أي وتوجهت بشيء فهو متعلق بمحبوب. بيقول لك فإن النفس إذا تجردت للشيء، يعني تجردت يعني من شواغلها، ثم توجهت للشيء أي لمعرفته. قوله وأزالت الشواغل البدنية أي قائمة بالبدن ظاهرية أو باطنية، يعني يزيل الشواغل العوائق
اللي هي تمنع من الايه؟ من التجرد ومن التوجه لمعرفة الشيء، وأزالت الشواغل البدنية القائمة بالبدن ظاهرية أو باطنية، في شواغل ظاهرية وفي شواغل باطنية، معروف على تجردت اللي هو إيه؟ أزالت، يعني تجردت وأزالت، معروف على تجردت عطف تفسير، لأن تجردها معناه إيه؟ إزالة الشواغل، ولا يخفى ولا يخفى ان التجريد غير قياسي متقدما. يبقى المساله اللي معانا المطروحه اليوم كان هنعمل عناوين للدرس كده، اللي هي ايه؟ الرد على ادعاء بعض الهنود ان طريق المعرفه هو الايه؟ الالهام، وعلى ايه؟ تفسيرهم وبيانهم للمراد بالالهام. ولا يخفى ان التجريد غير يقول لك ولا يخفى أن التجريد، يعني ربما حتى احنا نفسنا اشتبه علينا الآن وقلنا ايه ده نوع من الرياضة ايه، فبيقول لك لا يخفى أن التجريد غير ايه؟ غير الرياضة المتقدمة، لأن الرياضة المتقدمة ليست تجريدا فقط، بل منها ما هو ايه؟ مداومة وامتناع عن الطعام والشراب واستغراق وخلوة وعزلة إلى آخره. يعني هو بيعلل ان طريق المعرفة عند الهنود هو ايه؟ هو الالهام. بيقول لك ليه؟ فانها يرجع الضمير على ايه؟ فانها، نعم، فانها اي النفس في اصل خلقتها مستعدة لقبول المعارف، عندها استعداد كده خلقي لإيه؟ لأنها تنطبع فيها إيه؟ المعارف والعلوم. فالرد عليهم أن مجرد، يعني أول ما بدأ الشيخ الرقب يقول فالرد عليهم أن مجرد إزالة الشواغل لا يحصل المطلوب الخاص، اللي هو إيه؟ ما هو المطلوب الخاص؟ حصول المعرفة أو معرفة الله تعالى، إلا مع حصول علوم إما ضرورية أو غير ضرورية. يعني عاوز أقول لك مجرد إزالة الشواغل فقط لا يكفي. صحيح أن الإنسان لو حصل العلوم الضرورية أو النظرية مع وجود الشواغل، قد تكون هذه الشواغل صارفة له عن التحصيل أو معطلة. عاوز يقول مجرد إزالة الشواغل من غير تحصيل علوم ضرورية أو نظرية غير إيه؟ غير كاف لتحصيل المطلوب. بيقول فإنها أي النفس في أصل خلقتها مستعدة. هي معنى مستعدة؟ عندها تهيؤ، عندها استعداد، عندها قبول. وأطلق الاستعداد والقبول على حصوله بالجهل مجازا. يعني هو هنا النفس مستعدة للقبول، فأطلق الاستعداد للقبول على حصوله بالفعل، مش كده؟ ده مجاز، يعني هو لم يحصل بالفعل إنما هي مستعدة لأن يحصل، فهو لم يحصل. فلما بيقول إيه النفس مستعدة، هل في قبول بالفعل ولا في إيه؟ تهيئ له، استعداد، فأطلق الاستعداد، أطلق الاستعداد للقبول على حصوله بالفعل مجازا، لأنها من أصل خلقتها قائمة بها المعارف بالفعل. هذا التعبير تعبير إيه؟ مجازي. قولوا أن مجرد إزالة الشواغل إلى آخره، أي أن إزالة الشواغل وحدها، قولوا إلا مع حصول العلوم
أي إلا إلى ذلك الشوارع مع إلى أخيه. يعني بيقول لك مجرد بيقول هنا فالرد عليهم أن مجرد إزالة الشواغل لا يحصل المطلوب الخاص، لكن إزالة الشواغل مع إيه؟ ها؟ مع حصول علوم إما ضرورية وإما إيه؟ وإما نظرية. يعني مجرد إزالة الشواغل وحدها لا يكفي. علوم إلى أخيه أي تخليقية، وهي العلم بالصغرى والمضاعفة. أولنا بيقول علوم إما ضرورية وإما غير ضرورية. طيب سواء كانت ضرورية أو غير ضرورية، هل المراد تصورية ولا تصديقية؟ فهنا قال علوم أي تصديقية، وهي العلم بالصغرى والكبرى، يعني بالمقدمة الصغرى والمقدمة الايه الكبرى، وبعد كده العلم ايه بعد ما يكون عندك علم بالمقدمتين الصغرى والكبرى يترتب على ذلك حصول العلم بايه بالنتيجة. قوله يترتب عليها اي تلك العلوم، قوله المطلوب لا يترتب عليها المطلوب، يعني يترتب على المقدمتين الضروريتين او واحدة ضرورية والثانية نظرية، في هذه الحالة ايه اللي هيترتب على حصول العلم بالمقدمتين حصول العلم بالنتيجة. قوله المطلوب والتصديق بالنتيجة والجزم بها، فقوله وهو النظر يقول لك إلا مع حصول علوم إما ضرورية أو غير ضرورية يترتب عليها المطلوب، يعني يترتب على حصول هذه العلوم التصديقية يترتب عليها المطلوب الذي هو إيه؟ ها؟ ما هو المطلوب؟ النتيجة تترتب على إيه المقدمتين اللي هي المعرفة. هو هنا بيقول لك هنا إيه يترتب عليها أي تلك العلوم، قوله المطلوب هو التصديق بالنتيجة والجزم بها. خذ يا شيخ زكريا هات مية غير دي عشان دي سخنة جدا، هم يجيبوها يا إما تلج يا إما يجيبوها نار حمرا. حط يا عم منيح. قوله المطلوب هو التصديق بالنتيجة والجزم بها، فقوله وهو النظر أي والمطلوب هو النظر لا يصح. يبقى أي وهو النظر أي والمطلوب هو النظر، يبقى كده إيه؟ ها؟ يقول لك يترتب عليها المطلوب وهو النظر، مش كده؟ لا يصح. يعني كيف يترتب عليها المطلوب وهو النظر؟ أنا كده الأول كان يوم الجمهور كان يوم الجمهور كل حاجة مع الوسط، مظهر الشريف قائم على الوسطية. عاوز حاجة ثانية فن الشاي فن المعنى فن ايوه لا يا رب انا عارف قول ايه وهو النظر اي المطلوب هو النظر لا يصح، بل الاولى ان يقول يا ما ينفعش يبقى المطلوب هو النظر، المطلوب هو ايه هو المعرفه، فيصبح النظر مطلوبا وسيله لانه ايه الغرض او الذي نبحث عنه هو المعرفه، ولكنها لا تتم إلا عن إيه؟ عن طريق النظر، فيكون النظر مطلوبا، بس لا يصح أن يرتب أن النتيجة هي إيه؟ هي النظر، النتيجة المطلوبة هي الإيه؟ هي المعرفة، والنظر وسيلة، فلأجل هذا قال إيه؟ وهو النظر أي والمطلوب هو النظر لا يصح، بل الأولى أن يقول وهو المعرفة،
لأن المطلوب نشأ عن النظر لا أنه نفسه. يعني المعرفة اللي هي المطلوب نشأت عن إيه؟ عن نظر، وليس هي نفس النظر. مش في وسيلة وفي غاية؟ الوسيلة هي إيه؟ لا، والغاية هي إيه؟ هي الغاية هي المعرفة اللي هو المطلوب. وقد يقال الضمير راجع للتفعيل المفعول في قوله يتردد. جميل، هنا هو عايز يعمل مخرج، يقول لك وقد يقال الضمير اللي هو كلمة وهو، مش كده؟ وهو المطلوب، مش هو المطلوب، هو النظر. وقد يقال الضمير راجع للترتيب المأخوذ من قوله يترتب، أي إن ترتيب تلك العلوم هو النظر. يبقى كده ماشي. يبقى إذا كان الضمير راجعا إلى الترتيب فيصح أن نقول وهو إيه؟ وهو النظر. ماشي؟ قوله والتجريد لازم، أي لازم للنظر الذي يترتب عليه المطلوب. والتجريد لازمه. إيه معنى التجريد لازمه؟ لأنه هو إذا تجرد يعني أزال الشواغل، يبقى في هذه الحالة يلزم من النظر أن يتجرد له. إذا التجريد هذا من إيه؟ من لوازمه. تطلع في الصورة انت بس كده هيقول لك الشيخ عم يشرب خمرة لذة للشارب. قوله هو التجريد لازم، أي لازم للنظر الذي يترتب عليه المطلوب. وحينئذ فلا يكون التجريد هو المحصل للمطلوب، ولا يكون قول القائل إن طريق المعرفة التجريد. يبقى في الحالة دي والتجريد لازمه، أي لازم للنظر الذي يترتب عليه المطلوب. وحينئذ فلا يكون التجريد هو المحصل للمطلوب، ولا يتم قول القائل إن طريق المعرفة التجريد، إلا أن التجريد لازمه، يعني لازم للنظر، لأنه لو لم يجرد ذهنه لا يتم إيه؟ النظر الصحيح. يلا شوف. قال الشاعر رحمه الله وأضعف من هذا القول بعض المعاصرين. وهو الآن دلوقتي رد على إيه؟ ها؟ على قول الهنود أو على بعض الهنود عندما قالوا إن طريق المعرفة هو الإلهام، وفسروا الإلهام بكذا، وبعدين أبطل إيه كلامهم. وبعدين بيقول لك ده في كمان قول أضعف من قول الهنود، يعني أقل إيه منهم، وأضعف من هذا قول بعض المعاصرين لا مقلد في المؤمنين. يعني في بعض المعاصرين ذهب انه مفيش حد في اهل الايمان مقلد، نفى ايه التقليد. يا ابني قاعد في الطريق ليه؟ من واسع الجامعة انت قاعد في الطريق ده، بتيجي ورا هنا ولا تقعد انت في الناس اللي معاك دي. واضعف من هذا، يعني ده اللي بتعمل انت ده اضعف من قول يا شيخ. وأضعف من هذا، وأضعف من هذا قول بعض المعاصرين لا يقلل المؤمنين عامين وخاصين. في بعض المعاصرين، المعاصرين مش المعاصرين لنا احنا، المعاصرين للشيخ السنوسي. يعني واحد كان معاصر للشيخ السنوسي وكان بينهم ايه مناكشات كده ومنافسات علميه، ابن ذكري رضي الله عن الجميع، فكان يكره ابن ذكري ده كراهة التحريم.
فحتى يقول لك واضعف من يعني دائما كان يعرض به يقول لك ايه اضعف من هذا قول بعض المعاصرين لا مقلد في المؤمنين عامهم وخاصهم وان جميعهم حصلت له المعرفه يعني كل مؤمن عارف ما فيش فيهم مقلد. تفاكر الكلام اللي كنا نشرحه في الازهر بتاع الامام الماتريدي بيقول لك واجمع اصحابنا على ان عوام المؤمنين عارفون لا مقلدون وانهم حشو الجنه. بيقول لك بس القول ده قول ضعيف. ليه؟ بيقول لك وانما يختلفون في القدره على التعبير يعني كلهم حصلت لهم المعرفه ما عندهمش ايه تقليد وانما القدره على التعبير عما في ضمائرهم تختلف يعني في واحد يستطيع يعبر وعنده الملكه وعنده القوه في انسان اخر لا يستطيع له التعبير. واضعف من هذا قول بعض المعاصرين لا مقلد في المؤمنين عامهم وخاصهم وان جميعهم حصلت لهم المعرفه انما يختلفون في القدره على التعبير عما في ضمائرهم وعدم ذلك يعني في القدره وعدم القدره. وانما قلنا ان هذا اضعف من القول الذي حكي عن بعض الهنود لانهم اشترطوا في حصول المعرفه ازاله الشواغل اللي هم مين الهنود وهذا لم يشترط شيئا يعني كانه ده خلاها ايه مفتوحه كده سبهلل على البحر. هذا قول ايه ضعيف بالنسبه لكلام مين الهنود بل اللي هو القول ده جعل المعرفه حاصله لكل من صدق عليه اسم الايمان وان مؤونه النظر لا يحتاج اليهما مش كده ولا اليها طب اليهما التثنيه ليه ها ليه اليهما خلاص هي ما في فين المسمى يعني لما نقول اليهما فين التثنيه على ايه المعرفة حاصلة لمن صدق عليه اسم الإيمان وأن مؤونة النظر أو مؤنة النظر لا يحتاج إليها مش كده؟ يا ابني ما تألف من عندك هو هنا جاب سيرة الممارسة التثنية يرجع ها؟ هو بيتكلم على ايه بيقول القول اللي هو اضعف من قول الهنود جعل المعرفة حاصلة لمن صدق عليه اسم الايمان اي واحد مؤمن يبقى عارف ولكنهم يتفاوتون في التعبير مش كده بعد كده ايه مؤنة النظر يعني عملية النظر مش محتاج إليها لأنه المعرفة ما فيش داعي لتثنية الإيه؟ الضمير الميم زائدة يبقى إليها والمعرفة على ها؟ والمعرفة على كيف وعدمها محفوظ؟ فين العدم بتاعها اللي ذكره؟ القدرة على التعبير مش على المعرفة، القدرة بيقول لك بل جعل المعرفة حاصلة. فين وعدم المعرفة شمال؟ وإنما يختلفون. عما في ضمائرهم وعدم ذلك عدم القدرة على التعبير بلاش دخل ده
موضوع ثاني يبقى الميم زيادة. هل عندكم من علم تخرجوه لنا؟ يعني هو إيه من جعل بس ومش محتاج إيه إنه يكلف نفسه عناء مؤنة النظر. إليها إليها مش إليهما. نعم النظر العقلي ما أنت لا تكون عايش معنا من سنتين هو نفسه. وهذا قول وهذا قول هذا اللي هو يرجع لمين؟ هذا الذي قاله بعض المعاصرين. جيت ليه هنا؟ طريق المعرفة اللي قالوا به أن النفس إذا تدرجت الشيء أدرك أم واحد وأدلة الشباب اللي بدأ مدرك باثنين هو قال لك لأنه مشترط في حصول المعرفة إزالة الشواغل وهذا لم يشترط شيئا إليهما. إليهما اللي هو يبقى تجريد الشيء تجريد وزارة الشواغل بدلا والرياض والمورس يبقى واحد حسنهم من حين المهم بعيد الكلام ده يا سعادة وهذا هو ما يدور في اول الكتاب على حاجتين جنب بعض عشان يرجع الضمير عند الكلام ده عدى لي صفحه الرجل ساكر. وهذا قول من الفقهاء في التبرير والاعقاب الاجماع على الخلاف. المعلوم قطعا ان اعقاب الايمان ليست كلها. وهذا وهذا اللي قالوا مين؟ بعض المعاصرين قول عارف لو انت الكلام بتاعك صح كان بيبقى وهذا كان حيرجع على كلام الهنود. وهذا قول لا خفاء في بطلانه يعني كلام مين؟ ابن ذكري. وانعقاد الاجماع على خلاف اذ معلوم قطعا ان عقائد الايمان ليست كلها ضرورية بل منها ما يفتقر الى دقيق النظر. يلا قال رحمه الله قالوه من هذا أي طريق بعض الجمهور. قالوه بعض المعاصرين هو طريق لما قال بعض المعاصرين يقصد مين؟ ابن ذكري. مين هو ابن ذكري ده؟ ابن ذكري اسمه أبو العباس أحمد كنيته أبو العباس أحمد ابن محمد ابن ذكري توفي سنة 899 يعني كان معاصر لمين؟ للإمام السنوسي. هو الإمام العالم المتفنن الأصولي اللي مش عاجبه النظار الشاعر له منازعات مع الشيخ السنوسي في مسائل العلم وله منظومة كبرى في علم الكلام دلت على فضله وتمكنه في العلوم. ده من كتاب شجرة النور الزكي وهو ايه من المالكين مش كده في تراجم السادة المالكين. طب ايه اللي قال ابن ذكري؟ ابن ذكري بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ بيقول لا مقلد يعني نفى المقلد. بيقول ما فيش المؤمنين ما فيهمش مقلد. فالشيخ اليوسي بيقول ايه؟ لا يريد بهذا نفي المقلد مطلقا وإنما يريد ما قاله سعد الدين التفتزاني حيث قال في شرح المقاصد بعد أن ذكر إيمان المقلد وصحح له التفتزاني أنه يكفي فإن قيل أكثر أهل الإسلام آخذون بالتقليد قاصرون أو مقصرون في الاستدلال ولم يزل الصحابة ومن بعدهم من الأئمة والخلفاء والعلماء يكتفون بذلك ويجرون عليهم أحكام المسلمين. فما وجه هذا الاختلاف وذهاب كثير من العلماء والمجتهدين إلى أنه لا صحة لإيمان المقلد؟ فبيقول الشيخ التفتداني بيقول إيه؟ بيقول قلنا ليس الخلاف في هؤلاء الذين نشأوا مش بيتكلم على عوام المؤمنين وبيحمل القول على إيه؟ على الذين نشأوا ليس على الذين نشأوا في ديار الإسلام من الأمصار والقرى
وتواتر عندهم حال النبي صلى الله عليه وسلم وما أتى به من المعجزات، ولا في الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، فإنهم كلهم لما نشأوا في ديار الإسلام من أهل النظر والاستدلال، بل الكلام ده في من نشأ على شاهق جبل مثلا ولم يتفكر في ملكوت السماوات والأرض، فأخبره إنسان بما يفترض عليه اعتقاده فصدقه فيما أخبره بمجرد إخباره من غير تفكر. هو ده إيه؟ تحرير محل النزاع في المسألة، زي ما قال الشيخ التفتزاني، هو ما نفاش المقلد، وإنما نفى وجوده في مين؟ في من نشأ في ديار الإسلام وتواتر عندهم حال النبي. قال هؤلاء ليسوا إيه؟ مقلدين، وإنما متفاوتون في المعرفة. والكلام ده قاله الشيخ عبد السلام ونقل عن مين؟ عن الشيخ الماتريدي، بيقول الذي عليه أصحابنا أن العامة أو العوام مؤمنون عارفون لا مقلدون. وجاب دليل دلوقتي. يلا شو قالوا بقى المعاصرين وفي أنه لم يعترف بهذا القول قال به جماعة. قالوا عامي ومن لا قدرة له على التعبير عما يبقى العام، مش معناه العام اللي هو ما عندوش دليل، عنده الدليل بس ما عندوش ايه؟ قدرة على التعبير. ولذلك الشيخ السيوطي في حسن المحاضرة بيقول في ترجمة واحد اسمه ضياء الدين ريدري، غريب جدا اسمه، ضياء الدين عبد الله بن سعيد الشافعي، توفي سنة 780، ريد كان قاضي وكان إمام وكانت له لحية كبيرة كانت تصل إلى قدميه، ما فيش حد في الدنيا إيه شفنا لحياته إيه تصل ريد ما وصلش. أي كان في ناس لحد السرة، إنما ده ضياء الدين عبد الله بن سعيد كانت لحياته طويلة جدا تصل إلى قدميه، ولا ينام إلا إذا وضعها في كيس، يربطها في كيس كده ويدخلها جواه، ولا ينام إلا وهي في كيس، فإذا رآه دلد الشاهد، فإذا رآه عوام مصر قالوا سبحان الخالق، أول ما يشوف الرجل ده يقول إيه سبحان الخالق، فكان يقول إيه عوام مصر مؤمنون حقا لا مقلدين، لأنهم يستدلون بالصنعة على الصانع، عندهم دليله بيستدلوا باللحية الطويلة دي على الخالق، يقول يعني لو ما فيش خالق منين كان جات اللحية، فقال الناس دي مش مقلدين، ده عندها معرفة. ليه؟ لأنهم يستدلون بالصنعة على ايه؟ على الصانع. مش عارف ده مبالغ فيه لحد قدميه، ممكن لا بيقولوا سبحان الخالق، يعني معناها هذه اللحية لها خالق، فيستدلون بها على وجود الخالق بالصنعة على الصانع، أيوة على أنه قادر على إخراج لحية تبقى وراك بثلاثة متر. وإنما يختلفون في القدرة على التعبير. احنا ما شفناش ما سمعناش خالص انه في لحية تصل الى هذا الحد. لا ده بيقول لحد قدمي. الله اعلم. في بعض في اثنين كان واحد ملتحي لحية كبيرة كده والتاني لحية بسيطة كده منكدة كده فيها. فقال له صاحب اللحية الكبيرة الغزيرة يقول له ايه والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث يشير إلى الرجل الثاني اللي لحيته لا يخرج إلا نكدا، فرد عليه بقوله تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبث. قالوا
وإنما يختلفون في القدرة على التعبير عنها في ضمائرهم وعلى ذلك إلى آخره. فالذي لا تعاطى عند المنطق القدرة على التعبير عنه، والذي لا يتعاطى لا يقدر على التعبير عنه. يبقى قوله ايه يا شيخ محمد؟ فالذي يتعاطى يعني ايه سبب الاختلاف؟ يعني او ايه سبب وقوع العوام في الشبهات والبدع العقائدية؟ عدم جلوسهم الى العلماء فيقعوا في اوهام. فبيقول هنا ايه؟ فالذي يتعاطى علم المنطق له قدرة على التعبير عنه، يعني عن الذي ايه لا يتعاطاه، والذي لا يتعاطاه لا يقدر على التعبير. قوله لانهم ايه المتن، لانهم اشترطوا في حصول المعرفة ازالة الايه الشواذ، فيه انهم لم يجعلوا ذلك شرطا اللي هم موضوع الشواغل، بل جعلوه ايه اسا يعني اساس وطريقا للمعرفة. فالمناسب ان يقول، مش يقول لانهم لم يجعلوا ذلك شرطا، المناسب ان يقول لانهم جعلوا ازالة الشواغل طريقا للمعرفة، وهذا لم يجعل لها طريقا بل جعلها حاصلة. دول قول الايه بتاع بعض المعاصرين. قوله وهذا اي بعض المعاصرين، قوله اسم الايمان الاضافه للبيان. والاولى ان لا يقول اسم الايمان، اسم مؤمن. اسم ايه؟ مؤمن. قوله وانه نتنظر اضافته بيانيه، وهذا معلوم لمعلوم، أي ويلزمه أن النظر إلى أخيه، وذلك أن بعض المعاصرين هي معنى إضافته بيانيا، يعني المؤنة اللي هي العناء ده اللي هو النظر نفسه، موضوع النظر نفسه ده بيبين ما هي المؤنة اللي هي إيه النظر. وذلك أن بعض المعاصرين لم يصرح به، بل صرح بأن المعرفة حاصلة لكل مؤمن، وحينئذ فيلزمه عدم الاحتياج الى ايه؟ الى النظر. اهجات الحاشيه ما جابش حاجه ثانيه، ما جابش المثنى، فيلزمه عدم الاحتياج الى ايه؟ ها؟ الى النظر مفرد. فين الثاني؟ ما انت كنت جايب لنا حاجتين دلوقتي. قوله وهذا اي ما ذكر ان كل مؤمن عنده معرفه وان النظر لا يحتاج اليه. قوله وانعقاد الاجماع على خلافه، اي ولا خلاف في انعقاد الاجماع الى اخره، لكن في انه قال بخلافه جماعه، وان ابا مسعود المنذري الإجماع. عاوز يقول لك ده هو ده، انت بيقول لك الاجماع، هو بيقول لك ايه؟ بيقول ايه ولا خلاف في، ده بيقول لك فيه انه قال بخلافه جماعه، بل في العكس ان ابا منصور حكى الاجماع عليه، يعني على ايه؟ ما يخالف ما ذهب اليه الشيخ. قوله المعلوم طبعا الى اخيه، تعليم لقوله الى فقراء الى اخيه. قوله ليست كلها ضروريه، يعني العقائد اللي احنا يجب علينا الايمان بها هل كلها ضروريه؟ طب يقول لك معلوم قطعا ان عقائد الايمان ليست كلها ضروريه، يعني منها ما هو ضروري ومنها ما هو ايه؟ ما هو نظري. قوله ليست كلها ضروريه، بس عبارة ليست كلها ضرورية تحتمل معنيين مش معنى واحد، تحتمل انه بعضها ضروري والبعض الاخر نظري، وتحتمل انها كلها نظرية، مش كده العبارة؟ ممكن كده وكده محتمل لان يكون كلها نظرية، ولان يكون بعضها نظرية وبعضها ضرورية، مع انها كلها نظريه، فلذا اظهر لبيان المراد بقوله بل الى اخره. يعني
لأجل أن ينفي أو يرفع هذا الاحتمال جاء ببل، بل للإضراب، فقال بل منها ما يفتقر إلى دقيق النظر، فأصبحت العبارة هنا بعد الإضراب تحتمل معنى واحدا اللي هو إيه؟ إنه بعضها ضروري وبعضها إيه؟ وبعضها نظر. قوله بل منها ما يفتقر إلى دقيق النظر إلى آخره، أي ومنها ما يفتقر إلى مطلق النظر. وقد قال لنسلم أن ما يحتاج إليه من تحقيق حصر الإيمان. لا، الإضراب، الإضراب هيبقى مش معناه كده يا شيخ، هيبقى معناه إيه؟ معناه لما قال بل منها ما يفتقر إلى دقيق النظر، يعني عقائد الإيمان كلها نظرية بس فيها نوعين، ما يفتقر إلى مطلق النظر وما يفتقر إلى دقيق النظر، يعني ما فيهاش ضروري، كلها إيه؟ نظرية. هذا هو فائدة الإضراب اللي هو بإيه؟ ببل. نعم. وقد يقال لا نسلم أن ما يحتاج إليه، أن ما يحتاج إليه من تحقيق أصل الإيمان من النظر الدقيق بل هو سهل. يلا. قال الشيخ رحمه الله وكيف ومن اختلفت هذه الأمة المشرات وحدها. يعني عاوز يقول لك إيه؟ عقائد الإيمان على حسب ما قال الشيخ، إذ معلوم قطعا أن عقائد الإيمان، يعني العقائد التي كلفنا بالإيمان بها ليست كلها ضرورية، بل منها يعني كلها نظرية بس منها ما يفتقر إلى نظر دقيق ومنها ما لا يفتقر إنما إلى مطلق النظر. ثم قال وكيف لا وقد اختلفت هذه الأمة المشرفة، يعني كأنه عاوز يؤكد على أن تحصيل عقائد الإيمان لا يتم إلا بالنظر، سواء كان مطلق النظر أو النظر الدقيق. فبيقول وكيف لا وقد اختلفت هذه الأمة المشرفة وحدها في العقائد اختلافا كثيرا حتى أنها افترقت على 73 فرقة والمصيب منها فرقة واحدة، ولهذا حكم صلى الله عليه وسلم بأن جميعها في النار إلا واحدة، وأيضا فهذا القول يؤدي إلى أن فهذا القول يؤدي إلى أن حظه يعني حثه سبحانه على النظر في آيات كثيرة من كتابه العزيز، وأمره بذلك أمر بتحصيل الحاصل، وكذا ما قرره سبحانه في كتابه العزيز من أدلة العقائد كالوحدانية والبعث والنبوة تقرير لما هو معلوم للكل، وهذا مما يأباه كل عاقل، وأيضا فليس الخبر كالعيان، ونحن قد شاهدنا كثيرا ممن لم يأخذ في هذا العلم وله نجابة في غيره من العلوم لا يحسنون العقائد تقليدا فضلا عن أن يحسنوها بالنظر، بل وشاهدنا كذلك بعض من أخذ في هذا العلم ولم يتقنه، أما العامة فأكثرهم ممن لا يعتني بحضور مجالس العلماء ومخالطة أهل الخير، يتحقق منهم اعتقاد التجسيم والجهة وتأثير الطبيعة وكون أفعال الله تعالى معللة لغرض، وكون كلامه جل وعلا حرفا وصوتا ومرة يتكلم ومرة يسكت كسائر البشر ونحو ذلك من اعتقادات أهل الباطل، وبعض اعتقاداتهم أجمع العلماء على كفر معتقدها وبعضها اختلفوا فيه، وكثير من أهل البادية ينكر البعث، ولقد أخبرني بعض من أثق به أنه سمع ذلك صريحا منهم، قال وبعضهم ممن يحفظ لفظ القرآن. يلا شكرا.
قالوا وكيف لا الى اخره، اي وكيف لا يتقل بعضها الى بقيه النظر، والحال انه قد اختلفت هذه الامه الى اخره، اي واختلافها انما هو لدقه النظر. يعني كانه يقول ان العقائد محتاجه الى نظر دقيق، والدليل على ذلك اختلاف الأمة في العقائد اختلافا كثيرا، حتى أنها افترقت على 73 فرقة. ويقول وكيف لا، يعني وكيف لا تكون العقائد وكيف لا تكون العقائد كلها نظرية أو محتاجة إلى نظر دقيق، والأمة حالها كذا، وكيف لا يفتقر بعضها إلى دقيق النظر، والحال أنه قد اختلفت، أي واختلافها إنما هو لدقة النظر. وهذا رد على من يقول إنها كلها ضرورية. فهمتوا كده الكلام ده موجه فين؟ وقد يجاب بأن بعض المعاصرين وهو فيه لم يجعل وأن النظر لا يحتاج إليه، بل يقول المعرفة تتوقف على نظر. هو ابن ذكري ما قالش كده، ابن ذكري قال إيه؟ ابن ذكري لم يدعي أن المعرفة ضرورية، ولم يقل أن النظر غير إنما ابن ذكري إيه اللي ادعاه؟ ادعى أن المعرفة تتوقف على نظر، ولكن مش نظر دقيق زي ما حبكها وصعب وتعقيد وقياس ومنطق ووصول فقه. قال لك لا، ده حاجة سهلة جدا، زي حكاية اللحية الطويلة دي اللي هي دلت هذه الصنعة على الصانع، أو البعرة تدل على البعير. هو ده عاوز فلسفة وعاوز منطق وعاوز تعب، يعني هو عاوز يقول ابن ذكر انه العملية سهلة يستطيع كل الناس ان يحصلوها. يعني بيقول لك النظر سهل، مش انظار دقيقة زي ما هو الشيخ سد الباب وعقد الدنيا. خدت بالك؟ هو ده اللي ادعاه مين؟ ابن ذكر. بيقول لك نظر لكنه سهل، شأن العقلاء ان يذهبوا اليه، فحكمه بأن المعرفة حاصلة للكل لا يقتضي أنها ضرورية. يعني هل يفهم من قول ابن ذكري أن المعرفة حاصلة للكل يعني هي ضرورية؟ لا، ده هو عايز يقول لك نظرية ولكنها سهلة في متناول الجميع. أي إنسان عنده أدنى يعني فهم يحصل المعرفة بواسطة النظر أو بواسطة أقل شيء من النظر. قوله المشاركة أي بعضها وهو الناجي منها، يعني بيقول لك وقد اختلفت هذه الأمة المشرفة. طيب كيف تكون أمة مشرفة واختلفت هذا الاختلاف الشنيع؟ طبعا يعني كبار العلماء او اللي اتكتبوا في الفرق والملل حملوا هذا الحديث على على امه امه الاجابه، ستفترق امتي، وهذا يؤدي الى الى يعني كوارث كبيره جدا. كل فرقه تكفر الاخرى وتزعم انها وحده هي الفرقه الناجيه، وهذا هو الواقع الذي نعيشه، وانه فئة قليلة جدا هي الناجية. في حديث مسلم على ما اظن في مسلم او في البخاري ان اهل الجنة 120 صفا، 80 منها من هذه الامة، يعني اكثر اهل الجنة من امة مين؟ هذا الحديث يخالف هذا المعنى. ده عاوز يقول لك اقل حاجه في الجنه او اقل حاجه في الناجين هم يعني الامه كم فرقه؟ 73 فرقه واحده ناجيه، يعني عدد عدد قليل جدا. وهذا ينافي قوله تعالى كنتم خير امه اخرجت للناس، يعني اليهود وقع التفرق فيهم 71، النصارى كام؟ 72،
طب احنا زدنا ان احنا شر ألعن من اليهود، يبقى هو يجب كده ان يفهم حتى يعني ترتفع هذه المشكلة ان المراد به أمة الدعوة، فيصبح كل من بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم من أمته ومكلفون بدعوته، فيدخل فرق اليهود كلها 71، مش فرق اليهود، الفرق اللي هي كانت في البشرية إلى أن جاءت اليهودية، فكده تم 71. بعد كده لما جاءت الملة النصرانية كلها تعتبر فرقة واحدة، فكده تم 72. فلما جاءت الملة الإسلامية، إنه في حديث كده ستفترق أمتي على 73 ملة في لفظ كده، إلا ملة واحدة الناجية اللي هي ملة، فيكون المسلمين كلهم ملة واحدة أو أمة واحدة، زي ما عبر القرآن إن هذه أمتكم أمة واحدة. يبقى إذن 72 اللي هي الملل الأخرى، يبقى جميع أهل الإسلام ناجون كلهم بجميع فرقهم، طالما هم من أهل القبلة وماتوا على التوحيد، ولا يبقى في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيه؟ من إيمان. هذا هو الذي يتمشى مع إيه؟ أو ينسجم مع نصوص الكتاب والسنة الأخرى، فيكون حمل الحديث على إيه؟ على أمة إيه؟ الدعوة، يدخل جميع الملل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى جميع الملل أو جميع الناس، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم، ولا ينبغي أن نحمله على أمة إيه؟ على أمة الإجابة، فتكون أمة الإجابة كلها هالكة إلا طائفة واحدة، لا عمره حتى لو كان طائفة عمره ما هيكون، هيكون الصحابة فقط بس، فقط حتى التابعين حيبقوا في الحال دي، حيروحوا النار كله، ما فيش حد حيبقى لفرق بين سلف ولا صحابة، كله حيروح في داهية، لأنه الفرقة المستثناة هي ما أنا عليه وأصحابي، والسلفيون ليسوا من الصحابة ولا التابعين وكذلك غيرهم. يبقى الأولى إيه؟ الأولى حمله إيه؟ حتى لكن للأسف معظم الكبار العلماء حملوه على إيه؟ التفرد في أمة إيه؟ وبعدين في مشكلة في الحديث أصلا، يعني الحديث ده لا رواه البخاري ولا رواه الإمام مسلم، يعني الحديث رمز له الشيخ السيوطي جلال الدين السيوطي في الجامع الصغير بالصحة، وحديث صحيح بس من غير الزيادة، يعني المشكلة كلها في كلها في النار إلا واحدة، فبيقول إنه الحديث صحيح بس بدون الزيادة، وابن حزم الحديث مثلا افترقت اليهود على ايه 71 والنصارى 72 وستفترق امتي على 73 بس، فقط انتهى الحديث كده، ما فيش ايه كلها في النار. ابن حزم قال هذه زيادة موضوعة، زيادة فاسدة من دسيس الملاحدة، بل وصاحب العواصم والقواصم ابن الوزير برضه قال هذه الزيادة مدسوسة، يعني لم يذكرها اللي صحح الحديث في سنن الترمذي وابو داود وابن ماجه والنسائي من غير الايه من غير ايه الزيادة. سيدنا الشيخ محمد ابراهيم عبد الباعث رضي الله عنه له كتاب في ذلك، حقق الموضوع ده من اساس، اسمه ايه الكتاب يا شيخ محمد؟ إبراء أو براءة الذمة في حديث افتراق الأمة، جاب فيه الكلام ده ورجح إنه محمول على إيه؟ على أمة الدعوة وليس على أمة الإيه؟ الإجابة. وبعدين في حاجة أنا لفتت نظري، حاجة جديدة غير اللي قاله الشيخ، وهي إيه؟ الترتيب اللي في الحديث، يعني الترتيب ده يعطيك إيه؟ يعطيك حاجة، يعني مثلاً اللي عدد اليهود 71 مش كده، وبعدين النصارى وراهم 72، الترتيب ده 71 72 يدل على ايه؟ على انه ده بيكمل ده ورا بعض مش كده، دي الملحظ اللي انا، انه ده اكمال للي قبله. اذان نأذن وبعد كده نشوف المشكله، شيل يا شيخ. Yeah.
طيب وسع وحشنا. السلام عليكم. حاسب يا مولانا بالحكمة. السلام عليكم. والموعظة الحسن. الله يبارك فيك يا مولانا. حسن كده على جنب.